تحية لك أستاذ نجم ولضيوفك الكرام، زملائنا وأخواننا وأبنائنا ولمشاهدي قناتكم الكريمة. اليوم النجاح الذي حظت به الاحتجاجات على مستوى التنظيم، على مستوى التنسيق، وعلى مستوى العفوية، وعلى المستوى الوطني الحقيقي من دون تدخل لأيادي خارجية أو داخلية أو جهات سياسية، يبدو أنه أغاض بعض الأطراف التي كانت تراهن على فشل هذا التجمع الكبير وبهذه الأعداد وعلى هذا المستوى العالي من التنظيم والدعم الذاتي الذي شهد له الجميع. هذه الأطراف وعند نهاية تقريبا بعد الساعة 5، عند حلول الساعة 5 مساء، تدفق إلى ساحات التظاهر في ساحة التحرير، يعني متظاهرين غير معرفين، يحملون حجارة ويحملون أيضا قناني وزجاج، يعني زجاجية قناني زجاجية. وكان من المتوقع، بعضهم يعني بدأ يتوجس خيفة من المتظاهرين لأنهم سارعوا بعد الساعة 5:30 بالهجوم على قوات الأمن، قوات حفظ الأمن، ورشقهم بحجارة كانت معدة سابقا وبقناني زجاجية فارغة. كانت أيضا هنالك محاولات لصنع قنابل مولوتوف لإحداث شرخ وتصعيد ما بين المتظاهرين وبين قوات الأمن. هذه الحادثة فوجئ بها المتظاهرين السلميين الذين كانوا لا يتوقعون مثل هذه السلوكيات، على اعتبار أن كل الأمور تسير بالشكل المرسوم والمخطط له، وبالتالي اضطرت قوات الأمن للرد على مصادر رشق الحجارة ومحاولة تفريق المتظاهرين الذين تضرروا في الغالب ليس فقط من يعني من ما استخدمته قوات حفظ النظام من قوة، ولكن أيضا الحجارة التي كانت ترمى والزجاج الذي كان يرمى تسبب أيضا بإصابات في صفوف المتظاهرين وقوات حفظ الأمن. أنتم